ثاني رقم الدار 67. عندي مشكلة خويا مع مينا وعايشة لي مخواتاتي من بومي. هاد المشكلة خويا على الارث. درت معاهم جميع الحلول. قلت لهم ردوا علينا نردوا عليكم ولا نديروا قسمة. قال لك لا، احنا المشكلة عندنا هو تمشي للمزاد، يعني عندهم حب الانتقام. هاد الناس هادو ما رحموش شمهم اللي كبيره مسنه بسببهم، وطلع عليها الطونسيون. عايشه ثلاثه المرات وهي كتجي وكتجيب شعبان والناس كاع شاهدين، وكتسبهم وكتعايرها وكتقول لها هي المسخوطه اللي قالت لي انا كنفضل ولادي وراجلي عليك انت، وقالت الاقرب الناس. هاد السيده واليوم شعبان دعيت الله ياخذ فيها الحق، اللي ما راعتش لامها نهائي. لليوم ديناها للسبيطار في لومبيلونس، لقات الطونسيون طالع عليها 17.5 رغم انها شاربه الدواء. هاد السيده عندها مرض مزمن، عندها مرض السكر، عندها الدوره الدمويه، عندها الطونسيون، عندها هشاشه العظام وما رحموهاش. هاد الناس استغلوا هاد الظرف لان عارفين مومي كتعيش من الكرا وبدارها، يعني الا تباعت الدار فين غتمشي؟ حتى من دار العجز عمرات بسبب هاد المشكل. انا هنا كناشد جلاله الملك وكناشد السي بن كيران يدير حل لهاد الناس. الدار جات قسمه تقسم. هاد الناس انا ما حرمهمش من كراهم، كنت كنعطيهم الكراه. ملي قلت لهم تعالوا ديروا معايا مخارجه يعني نحيدوا من الشياع، قالت لك لا جيب دي باك من القبار يدير معاك الشياع المخارجه. ما بغاوش المحامي في خبار وكل شيء. درت معاهم جميع الحلول، هاد الناس ما بغاوش. نديروا نقوموا الدار اللي جابت نردوا عليكم، قال لك لا تردوا علينا بالثمن اللي بغينا حنا، ثمن خيالي اللي ما يتقبلوا حتى شي حد. هاد الناس هم حنينه فيهم مزيانه معاهم، ما عرفش علاش كيعملوا هاد المعامله. انا دابا هاد الساعه هادي كناشد الناس القضاء يشوفوا في هاد المراه ويحكموا بالعدل في هاد المراه، تشوف حقها في دارها لان السيده عايشه بالدار ما تمشيش للمزاد. قالت لك ردوا عليهم، قالت لكم باغا نحب الانتقام، ما تردوا علينا نردوا عليكم، يا نخرجوا جميع يا نبقاو جميع. بغاوني مي مي هما اللي رافعه هاد الجوج. عندي مريم فاطمه موسى وانا، احنا اربعه باغا نتفاهموا مع امي وباغا نخرجوا من الشياع، باغا حقا نعرفوا فين كاين. انا سيدي لغاو لي الوكاله، كانوا داير لي الوكاله على مسائل اداريه، كنت كنطلع ونهبط. مني قلت لهم تعالوا ندخلوا البنايات فسخوا لي الوكاله. هاد الناس باغيين يبقاو على الشياع باش يبقاو يستغلوني ككونسياجا حاضيه لهم الكرا. انا هذاك هو النهار اللي ما يكونش، عمرهم ما يحلموا انني نحضر لهم الكرا. انا من نهار توفى الوالد كنعطيهم الكرا، عرفوني تنخاف الله، استغلوني بزاف. هاد خواتاتي جوج استغلوني واستغلوا هاد الانسان اللي قوه طيبه بزاف اللي عندها في الشهر كتسد غير 9000 ريال. 9000 ريال اش غدير ليها؟ ما غتجيبش ثلاثه دواء السكر ديال الشهر، اللي كتشرب خمسه الحبات في النهار اوديا وكاغ دي جيك. راه سول الفرماسي شحال تيديروا في الدواء. والطونسيون سببها عايشه ومينا. هاد الناس اللي ما كيخافوش الله. والمفاجاه اخويا هو انهم جابوا لي العون القضائي. جا لقى المراه مسنه وديابيتيك بالسكر وكتخلع على سبه، دخل بلا ما يعلم بلا ما يصوني، غير الحق ودخل معاه السفلي بدا تيكتب معاها. المراه سمعت الغوت هبطات، حتى جات لومبيلونس داتها للسبيطار. جاني مع 7:15. واش هذاك عنده حق ديك الوقيته يجي ولا ما يجيش؟ ماشي غير عاد فيه 12 شهاد يدير ما بغى. جا سيدي على غفله، تهضرت معاك لي المراه عندها نصف الدار وراها دايره رافعه دعوه. راه الدار في دعوه، ما عندك ما دير، ما عندك ما تعاين. رحنا في قضاء، القضاء راه هاد الايام غتجيهم استدعاءات. هما ما صبروش، قال لك ما باغينش حق يمشيو مع المحكمه، ما باغينش يديروا مع يطلعوا مع جلسات، ما باغين يديروا مع حتى شي حاجه، باغين غير الدار يشردوا ويديوا المزاد. رغم اني كنقول لهم ردوا عليكم كيقول لك لا حنا باغين الدار تمشي للمزاد. شكون نتوما تتردوا علينا؟ انا من هذا المنبر كنادي وزير العدل السي الراميد الله يعطيك صحيحتك، والمال جلالة الملك الله يعطيكم صحيحتكم ويطول عمرك. الا ما شوف بحال هاد الحالات هادو اللي لا جات القسمه تقسم، ولا الناس اللي عندهم الاسبقيه يردوا، اللي الساكنين ومستغلين عندهم حق يردوا، هما اللي خاصهم يردوا. ماشي يردوا وحدين حب في الانتقام وحب في التهديد. هما عندهم سكانيهم ساكنين وكارين ولاباس عليهم وباغين عندهم حب في الانتقام. هنا القضاء ماشي على اي دار ما جاتش القسمه صافي تمشي تمشي للمزاد، يعني يديروا حل. حتى الا مشات للمزاد الاولويه الناس اللي ساكن فيها هما اللي يردوها. انا من هذا المنبر كناشد وزير العدل الله يعطيك صحيحتك السي الراميد، شوف بحال هذه المسائل شوفها بعين الاعتبار،
شوف هاد الفيديو هذا وقراه وتامل فيه. حنا باغا نردو الدار، ما باغناش تبان لان وين تشبت بدارها، لان عيش في حياتها هنا. كيف كتقول لك هي ورث والديها هنا، وين تشبت بالدار بزاف. كتقول لك لا تباعت الدار روحي غتخرج معاها، لانها هي مصدر عيشها، عايشه بهاد بالدار، لان 9000 ريال الشهر تاع تلاغو تخيط اشنو غدير ليها؟ ما عندها، ما غتجيبش لها حتى الدواء، ما غتكفيهاش دواء. الله يعطيك صحيحتك كاس جلاله الملك. والسي الراميد لما نشوفه من هاد من بحال هاد الحالات هادو اليوم غيرتني بنت قلب سخوطه، والله تنشردك، وجات لي بلانس هزتني فيا الطنسيو فيا السكر، وشاد لي بدات تجدري لي هادي عامين وهما باغيين يطقحوا عليا روح، وانا ما خرجاش من داري تنموت. فين نمشي انا؟ عند 84 ولا 85 عام لاكارت، وحشومه يديروا لي هادشي. رانا امهم زعما ماناش مرت باهم، راه حشومه مردوني، ما كانش فيك طنزيو. ملي تقول الخطا تجيني شدت عجارتي عامله نقول فيه شهر الفطوره هادي صحراء وكذا قلدها، صرف علينا بالكيسان وصرف علينا بالصبابط، واليوم ثاني جابت لنا العنصره داير فينا. راه حشومه هادشي اللي كدير. حنا في المخزن كاين اللي متعلق صابوا معنا الدار، ندخلوا مباني ونديروا التيترات، وكل واحد يعرف حقه فين كاين، انا حقي فين كاين. نهار نموت مثل نقول لاختكم نلقوكم، نهار نموت بيعوا حقي. هادشي سيدي اللي كنقول انا، لا في المحكمه ولا في الدار، هادشي اللي كنقول فيه. ايوا شنو هادشي اللي كدير لي عايشه؟ قالت لك راه ولدي بوليس، ولدك اش بغيتي فيه؟ ندري واش اش بغيتي فيه ولدك تقول فيه قدام الجنان؟ لاش تهدي في البوليس غيجي يضربني؟ لا لا لا، ولاد الله يعمر دار. وهما راهم مسخوطات، ما نمهم لا في الدنيا لا في الاخره. داعي الله بالزوله اللي ردعوك والكرش اللي تخبطوا فيها. باغيين يصيفطوني للخيريه. راه حشومه هادشي وديورهم، كون ما كانش عندهم ديور مرحبا يبركوا معايا. هي قالت لي تدير للراجل النص، هي شاريه جوج برطمات وكاريه ثاني جوج، وحشومه اللي يديروا لي هادشي. ماناش امهم واش انا مرتبوهم؟ ايوا هادشي اللي كاين اسيدي. ربي والملك، ربي والملك يشوف المحكمه تشوف فيا الله يشوف الله. وهاد الولد ما خدام ردام كيخوت في الدار، وليداتو صغار سيدي الله كيمشيو الوليد كيقرا يلاه دو 6 سنين. راه حشومة باغين يشردوني، انا ما نتشردش بعد بلادي، حامله بيه وبعد بلادي ديما نخليش انا بناتي في الشانطي، وانا عندي على بلادي هذيك الساعه ما كانش هاد الولد عندي. حشومة هادشي اللي كيديروا لي فيها ولدي، حشومة شوما عيب اللي قلتي ضحكتي على انا امهم مرتبهم راهم يداروا عليها. هما اللي ما ردوني داروا لي النص، قلت لهم قوقموني باش ما كان تسلف نتكلف نعقب عليكم انتوما، عد عقب عليكم. ما بغاوش، قال لك لا نبقى عاش عند الكره. وهذا الشيء اللي كاين، شردوكم وندير كل خطا جيني جاتني في عايشور ونشم عليكم. جات قدام زهره الصحراء وهي جارتي، هذا دخلوها تربعنا بالصباب وتسخفت ليهم، وعاد قلت لها هانتوما سيدي تسمعوا، هانتوما تسمعوا فيا اش كنقول، راه ما نزيد عليهم لا زايده ولا ناقصه، راه من شعبان تاع ذاك العام، وهما عليا تاني دخلوا عدي، انا نبقى راقدي مع البوليس، ورقدت القاضي قرا باقا راقده، تاني جاو خلصوا يقرا ما انت نخلو تاني ما داروا كاع الجيران تاني دخلوا، واش هادشي واش انا مهم ولا عدوكتهم؟ هادشي اللي كاين راه كيقولوا.